لمزيد من المتابعة تنضم إلينا من بيروت مراسلة الغد ليلى خليل. ليلى، ضعينا في أهم ما جاء في كلمة الرئيس اللبناني ميشيل عون بخصوص أزمة تشكيل الحكومة اللبنانية. واضح انه الرئيس اللبناني رئيس الجمهوريه اللبناني ميشيل عون متشائم من الوضع ككل، وخاصه عندما قال اننا نحتاج الى عجيبه، وانه اذا لم يتم تشكيل هذه الحكومه نحن ذاهبون الى جهنم. هذه العباره استعملها. هو يدرك اليوم الوضع الصعب الاجتماعي والاقتصادي والكارثه والانهيار المالي الذي يعيش فيه لبنان، خاصه عند انتهاء هذا الشهر، والذي يقال بانه بنهايه شهر سبتمبر ايلول لن يكون هناك المزيد من سيولة الدولار في المصرف المركزي، وبالتالي لابد من تشكيل حكومة بأسرع وقت ممكن كي يبدأ دخول الأموال إلى لبنان أو المساعدات الخارجية. أبرز ما تطرق إليه الرئيس اللبناني هو حديثه عن أن الدستور لا ينص على أعطاء طائفة معينة حقائب وزارية، ولا أن الدستور يعطي الوزير، وهنا يقصد وزير المالية، صلاحيات غير موجودة في الدستور، ويتحدث عن التوقيع الثالث. وأيضا من أبرز ما تحدث فيه رئيس الجمهورية هو المبادرة التي اقترحها بضرورة إلغاء التوزيع الطائفي على الوزارات، على الطوائف، التوزيع الطائفي بالوزارات على الطوائف. وهنا السؤال، الكرة الآن في ملعب الثنائي الشيعي الذي يصر على تمسكه بحقيبة المال، وأن يسمي أيضا وزراءه، وتمسك الرئيس المكلف الذي قال رئيس الجمهورية أنه لم يتشاور مع الكتل النيابية بطبيعة الوزارات التي يريدونها، أو حتى عن التسميات، أو أفضل من يرشحونهم لتولي الحقائب. إذن الكرة عند هذين الملعبين، الثنائي الشيعي والرئيس الحكومة المكلف. هل سيتلقف أحدهما هذه المبادرة؟ هل تدرك القوى اليوم السياسية حقيقة الأزمة الحاصلة الاقتصادية والاجتماعية والمالية التي يمر بها لبنان والتي تنذر بالأسوأ؟ هذا هو، هنا هو السؤال الآن، خاصة بعد الحديث عن أن الثنائي الشيعي لا يزال يتمسك بحقيبة المال ويريد هذه الحقيبة، وأيضا أن يسمي وزراءه. وأيضا من الحديث كلمة رئيس الجمهورية، نستطيع أن نستشف الخلاف الواضح بين حزب الله، الخلاف الذي هو ليس لأول مرة. الخلاف بين رئيس الجمهورية وحزب الله أو التيار الوطني الحر ورئيس الجمهورية هو ليس للمرة الأولى يتظاهر للعلن، إنما أيضا كان هناك خلاف في الحكومة السابقة عندما أصر حزب الله على توزير أو أعطاء وزارة للقاء التشاوري، وكان يرفض رئيس الجمهورية، واليوم رئيس الجمهورية يرفض أعطاء طائفة معينة حقيبة المال. إذن كما ذكرت، هي هذه هي أبرز النقاط. الكرة الآن في ملعب الثنائي الشيعي ورئيس الحكومة المكلف. يعني في كلمة عون ليلى، هو أكد على أن الحكومة يجب أن لا تقوم على تولي طائفة محددة وإلغاء الحصص الطائفية بالنسبة للوزارات السيادية، ولكن هل هذا ممكن؟ يعني الدستور اللبناني لا ينص على تولي طائفة معينة لحقيبة معينة، ولكن الأعراف الدستورية التي اتبعت من بعد اتفاق الطائف كرست أن تطلب أو تطالب طوائف معينة بوزارات معينة. هل بالإمكان كسر هذا العرف الذي بات سائدا؟ هنا السؤال، هل سيتلقف الثنائي الشيعي مبادرة رئيس الجمهورية بعدم التمسك بحقيبة المال أو غيرها، وعدم تسمية وزرائهم بأنفسهم، وأن يكون الأمر أو يتولى الأمر الرئيس المكلف بالطائف بعد اتفاق الطائف؟ نص اتفاق الطائف على ضرورة إلغاء الطائفية السياسية، ولكن اليوم بعد 30 عاما على اتفاق الطائف هذا الأمر لم يحصل. إذن السؤال اليوم موجه إلى كل الأفرقاء، هل سيقبلون بما لم يقبلوا به قبل؟ هل سيقبلون بكسر هذا العرف الذي أصبح كالدستور بالنسبة إليهم؟ أشكرك جزيلا ليلى خليل، مراسلة الغد من بيروت.